السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مادام القوم مصرين على القول بأن منطقة القبائل هي أمازيغية بربرية وأن لا علاقة لها بالعرب لا من قريب ولا من بعيد، الآن ملي ولا الطرح الأكاديمي باه نكذبوا كل الكلام اللي راهم والمهاترات والكذب والتسفسيط اللي راهم يديروا فيه عن أصول سكان منطقة القبائل الجزائرية. هنا عندنا كتاب يعني مقال عن أصول سكان منطقة القبائل الجزائرية لألفونس ماير. ألفونس ماير هذا مترجم عسكري، نجر هذا المقال هذا في المجلة الأفريقية سنة 1858، نشرها على لسان وأفواه المشايخ وكبار وقدماء القبائل من سكان المنطقة هذه، موجودة في المجلد الثالث ابتداء من الصفحة 357، ونلخصها الآن فيما يلي: كل قبائل المنطقة من أصل عربي إلا ثلاث قبائل، ما عدا ثلاث قبائل، كل قبائل المنطقة أصلهم عربي إلا ثلاث قبائل. القبائل هي فراوسن إيجر غوبري من أصل فارسي بين مزدوجتين وبين قوسين، يا جماعة الأصل تاعهم هو فارسي فارسي، وهنا راه يتفجع بزاف العباد، يعني فارس بلاد فارس كيفاش هادي؟ دوك نوضح لكم. جاؤوا إلى المنطقة لأسباب موضحة في التقرير على ألسنة أصحابها، وكذلك المقال وضح كيف دمجت لغة القبائل الفارسية القديمة ولغة القبائل العربية لكي تكون لغة خاصة بالمنطقة القبيلية هذه اللي راهم يكركروا بها علينا درك. وهذا ليس غريب، فاتيزي هي كلمة فارسية قديمة معناها الهضبة، وكذلك كلمة أيت، أيت مشهور، أيت محمد، أيت أيت محمد، أيت حسين، أيت، المهم هي كلمة فارسية قديمة تستعمل للإشارة. أسماء القبائل العربية اللي استوطنت المنطقة تاع هذه تيزي وزو بجاية وكل ما جاورها، نبداو هي من أصل عربي، جاء بعضهم من يسر وبني تور ومتيجة وبني عائشة وبني جعد وبني سليمان، واستوطن المنطقة لأسباب مختلفة وسميت فليسة لأن أول شخص قدم إلى المنطقة يسمى فليسة، واستقر في تمليل تسمى الآن فليسة البحر. كان له 15 ولد، عنده 15 طفل ولا وثروة طائلة، لذا التفوا حوله الناس اللي تما كاع اللي جاو هاجروا، واللي كل من هاجر إلى تلك المنطقة وأصبح رئيسهم، وسميت المنطقة على اسمه. 2 بني جناد، إن أول رجل استقر في المنطقة هو عربي يسمى جناد، وكان قوي له ثروة كبيرة، وكان مع إخوته ومجموعة من فرسان تتكون من 300 فارس، استقر في منطقة تدعى الآن بيزار، ويقال أن لهذا الاسم إطلاق وتخليد لأخيه اللي كان يسموه بيزر الذي قتل على يد البي محمد، ثم التحق به كثر من الناس وأصبح رئيسهم. زغفاوة، أول رجل جاء ليحتل هذا الجبل اسمه زريغفة، وبتبديل حرف الغين بحرف الخاء أصبحت زريغفة، وأخذت القبيلة التي يحكمها زرخفاوة ثم زخفاوة، وهم ينحدرون من نكملوا ينحدرون من حمزة بالبويرة. رابعا، هنا نوضح للناس إذن نكمل الحديث الإخوة الكرام،
تشخيص هذه القضية. رابعا بني عيسى، هم من أصل عربي من قبيلة أولاد عيسى العربية. خامسا بني يمني، هي من أصل عربي من أولاد نايل، وكان رئيس القبيلة يسمى النايلي، ولكن تنطق بني نايلي كانت صعبة النطق، مع الوقت تحولت إلى بني يمني. خامسا بني بودرار، هم من عرب الزاب اسمه بودار، وضيف الراء الثانية مع الوقت وأصبحت بودرار. سادسا بني علي أحرزون، هم من عرب السيطري كما جاء على سيناتهم، ورئيسهم يسمى علي أحرزون. سابعا بني يحيى، أتى شخص اسمه يحيى من عرب بني سليمان، وأطلق على اسم قبيلته عليه. ثمانية إيلولا، يرجع أصل الاسم إلى أول من أقام في تلك المنطقة واسمه ملول، حذف الميم وعوض بياء، من أصل عرب فرجيوة بولاية سمية. تسعة الشرفة، كلهم من عرب الغرب الجزائري، التحقوا بالمنطقة كعلماء دين ووضعوا في مقام عالي، وكونوا درية من كل في كل منطقة القبائل، يسمون الشرفة المرابطين إلى الآن. مثل الأمور درك تبدأ تتوضح شيئا فشيئا. هنا هاي المراجع يعني به الكذب يخلص. هنا عندنا حلوا هذه القضية، واش يقول في الكتاب changement du langage. Nous allons d'abord donner d'origine des tribus qui ont occasionné ce changement. Moins trois tribus, toutes les montagnes de la Kabylie sont occupées par des gens d'origine arabe. Voilà. Là, يعني الكذب خلاص. يقولوا السيد الأدلة هو الاعتراف. ولذلك نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. في الأيام القادمة إن شاء الله نكمل المقال هذا إن شاء الله، ونشرحه بالتفصيل الممل. بارك الله فيكم إخوة الكرام، إخوة الكرام، إخوة الكرام، ما تنسوناش اشتراك، تفعيل خاصية الجرس والإعجاب. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا.